كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. معنى بشراكم؟ يعني هذا البشرى ما يبشر به، تبشروا ببشرى، البشرى ما يبشر به، أبشرك بكذا أبشرك بكذا. شيخ محمود أم مثموم؟ لا، الأصل البشرى، أصل البشرى للمحمود. فإذا قيلت في الذم يعني في الإسلام بالتهكم، فبشره بعذاب أليم. هذا تهكم، تهكم طبعا. قال يا بشراي هذا غلام، البشرى، البشرى فيما يعني، وبشرناه بغلام، هذا في الأمور الحسنة البشرى، هذا أصل استخدام البشرى، هذه في اللغة. فإذا أنت تستعملها في آخر تخرجها عن ظاهرها من باب التهكم، كما تقول للواحد أنت أشعر من البحتري، وهو يعني لا يحسن أن يقول بيت يعني. لا، كما قال قبيلات لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. بشراكم اليوم أي يوم القيامة هو يوم ترى. هو نعم، هذا هو الكلام عن يوم القيامة. ثم لاحظ حدث القول، ما قال يقال لهم يا بشراكم اليوم، هو قول. هذا صحيح، قول صح. بشراكم اليوم هذا جنات، هذا يبشرون به. تقصد مثلا قال بين أيديهم وبأيمانهم يقال لهم بشراكم اليوم، يعني بشراكم اليوم أليس قولا؟ بلى. قال يعني هو إذن لم يقل يقال لهم بشراكم اليوم، رأسا قال بشراكم اليوم. صحيح. لما؟ لما؟ لأن هو أراد أن الأمر مشاهد مرئي مسموع، ليس إخبارا، وإنما هو مشهد أمامك تسمع وترى، تسمع القول من دون أن تخبر. لو قال يقال لهم راح يصير إخبار. لا، يصير إخبار، يقال لهم عن كذا، راح يصير إخبار. صحيح، يخبر عنهم. نعم. زين، يوم ترى هذا مشاهد، يوم ترى. إذا المشاهد، أنت المشاهد ماذا؟ ترى وتسمع من دون إخبار، أنت تسمع الشيء. صح. فلما قال يوم ترى أراد أن المشهد هذا هو مرئي مشاهد مسموع، ليس إخبارا، وإنما هذا المشهد أمامك. بشراكم اليوم، ليس إخبارا عن غائب. وقال اليوم، ثم قال بشراكم كل واحد، ما قال البشرى جنات، بشراكم يعني كل واحد يدخل في البشرى. طب يعني كان المنطق معذرة في خارج القرآن الكريم يقول بشراهم، لا. لأنه بقول يا أما ترى المؤمنين والمؤمنات، وكأنه يخاطب أحد فيقول بشراهم، هو تحول من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب، يقول بشراكم أنتم. الآن الكلام موجه للمؤمنين. طيب، الآن الكلام موجه للآخرين، الآن المؤمنين مخاطبين. بشراكم اليوم، هذا الكلام موجه للمؤمنين. الآن موجه لهم. لو قال بشراهم راح يصير كله إخبار عن أمر غائب. لا، هو قيد بالمؤمنين والمؤمنات. بس غائب. يوم ترى المؤمنين، يوم ترى المؤمنين، أيضا أنت غيرهم. الآن الآن أنت تشاهد، هم أمامك صح؟ سليم. أنت إذن سليم. لما أقول لك يوم ترى المؤمنين، أنت جهة أخرى، أنت مشاهد. أنا غير المؤمنين هؤلاء. أنت غيرهم، أنت الآن الإخبار سليم. عن أمر تشاهده. أحسنت، مو هكذا؟ صحيح. الآن راح ينتقل، الآن المشهد أمامك صح، راح يتوجه الكلام للمؤمنين، الآن انتهى أمرك. صحيح. بشراكم اليوم، الآن الكلام ليس لك، أصبح للمؤمنين، أصبح للمشاهد، أصبح خطابا للمشاهد وليس للمشاهد. هذا يسمى تحول دكتور فاضل؟ هو هذا يتحول التحول في الخطاب. هذا طبعا هذا له غرض بياني معين، لا شك أنه تجعل مشهد أمامه حاضر، يعني ليس إخبارا عن أمور، يعني إخبارا عن أمور غائبة، وإنما عن أمر مشاهد. هذا يكلم هذا، هذا يقول له، وأنت تنظر. نعم. جنات، بشراكم اليوم جنات، اليوم. هذا ما الذي أفادته كلمة اليوم؟ وهو قال في أول الآية يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. لا، يوم بشراكم جنات تجري. يوم ترى المؤمنين، هذا الكلام غير اليوم. ذاك اليوم يعني هذا اليوم، بشراكم اليوم ده يخاطب المؤمنين. يوم ترى المؤمنين ده يخبرك انت، يوم ترى كذا وكذا، يوم ترى كذا كذا، يوم يقول. هذا امر اخر غير هذا. هذا بشراكم اليوم يعني ليس الامر بعيدا، هذا اليوم
حاصل وليس بعيدا، ليس إخبار عن أمر مستقبل بعيد الوقوع. بشراكم اليوم والبشرى كلما كانت قريبة تكون أدعى إلى المسرة ولا صحيح. لا صحيح. اليوم هذا ليس بعد زمن طويل، ليس بعد عمر مديد، ليس بعد سنين طويلة، لا اليوم، فهذا يكون أدعى إلى المسرة ولا لا؟ صح. البشرى إذا كانت قريبة صح أليس صح. تكون أدعى للمسرة؟ بلى خلاص بلى. إذن هو يسعى بهم الآن، هم ذاهبين إلى الجنة. نعم. بشراكم اليوم، اليوم جميل. يعني هذا الأمر كائن في هذا اليوم، جنات وليس جنة، وكأن جنات لكل واحد منهم أكثر. لكل واحد أكثر من جنة. ولو ما خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان. صحيح صحيح. يعني هو إذن البشرى لكل واحد أكثر من جنة. هذه البشرى زيادة البشرى بشرتين، الجنة وأكثر من جنة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.